السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في قناتكم إيكول جبيرة، هنا كراسة الأنشطة اللغة العربية المستوى الخامس، خامس ابتدائي، هنا اللبنة الثانية قراءة الصورة، قراءة، سألاحظ الصورة وأعبر عنها، لنا يلا عبري إلى الصورة. عمارات عالية، قطار سريع، قطار سريع، شنو كاين هنا؟ حلاق، مطعم، متجر، مدرسة، تلاميذ يقفون أمام المدرسة، طريق، إشارة المرور، أطفال يعبرون من ممر الرجلين، سيارات، شرطية، ملعب كرة القدم، دراجة، حديقة، غابة، أسرة تتناول الكسكس، امرأة تنظر من النافذة. بارك الله، بارك الله سيدي. هذه ثاني حديقة الحيوانات الرباط، أم تتوجه مع ابنتها إلى حديقة الحيوانات التي توجد في الرباط، هناك أسود، غزالة، زرافة، غزالة، حمار وحشي، قردة، تمساح، بطة، فيل، فيالة، وهناك أشخاص ينظرون إلى هذه الحيوانات. إذا مزيان، نمشيو للصفحة، هذه كانت 9 الصفحة، 10، أقرأ كلمات وجملا، هنا دائما لبنة اثنان، أقرأ كلمات وزائفة، هذه زائفة يعني ماشي صحيحة، زائفة. اقرأي لنا. صبارة، صبارة، فصور، مفلد، غاز، نون، مالر، ضامك، ضمال، ذامنا، يشمغ، قراص، ثياك، وبث، بفار، طبيقا، لكان، شقص، بازن، سكول، مافدة، فياص، كرال، كرال، ضريس، مسقف، منرس. أقرأ كلمات. قرية، القرية، حقل، الحقل، بئر، البئر، شجرة، الشجرة، أرض، الأرض، سوق، السوق، زيت، الزيتون، زيتون، الزيتون، شارع، الشارع، بيت، البيت، دجاج، الدجاج، دكان، الدكان، مسجد، المسجد، يحرث، يلعب، يتجول، يتسوق، يشتري، يركب، يرعى، يعمل. أقرأ وأنقل الجملة بخط جميل، الجملة بخط جميل. يرث، يحرث الفلاح أرضه بالجرار، يلعب الأطفال قرب المنزل، لصقي، بغيت لصقي. يحرث، يحرث الفلاح أرضه بالجرار، يلعب الأطفال قرب المنزل، تسقي الفلاحة الماء، تسقي الفلاحة الماء من البئر، تطعم الفلاحة الدجاجات، يساعد الأبناء والديهم في إشغال الأرض، يتسوق القرويون على وزن ما هما من السوق، في قريتي مسجد قديم ومستوصف صغير ومدرسة ابتدائية، قريتي صغيرة لكنها جميلة وهادئة. أركب جملة على غرار الجملة أهداه، الجمل أعداه، أعداه، أعلاه. مثال: يقلب الفلاح حقله بالمحراب، يتسابق العداء في الحلبة، في الحلبة، الحلبة.
إذن شو الصفحة الموالية اللي هي الصفحة 11؟ اللبنة جوج، أقرأ كلمات وجمل، أقرأ كلمات زائفة. يشاقر، يجر، بجر، رسك، رسك، ستا، دقا، مساك، غجي، نائجة، شناط، سمب، كشل، صغ، مغصد، مقطة، شهت، وزم، يحتغ، مسغط، مسغط، مرخش، ونيز، شنلاجك، ملاجئ، ملاخع، هزيط، قطوم. أقرأ كلمات السفر، سفر، البحر، بحر، الرسم، رسم، اللعب، لعب، النار، النادي، نادي، انتصار، الانتصار، غيوم، إشارة، فصول، شتاء، فصول، قارس، نجاح، منازل، أعراض، ملاعب، نائمة، شاطئ، مساء، هزيمة، مستشفى، ساعة، سعى، دعا، سعى، عصى، مصطفى، مفتخر، مجتهد، شجعت. أقرأ وأنقل الجملة بخط جميل، الجملة بخط جميل. يحيي، يحب الرسام لوحة الشاطئ والبحر، تتلبد السماء بغيوم كثيفة في فصل الشتاء، يذوق كل مجتهد فرحة الانتصار والنجاح. دعا مصطفى صديقه لزيارة منزله الجديد، سافر اللاعب إلى ناد جديد في بداية الموسم الكروي، شجعت الجماهير فريقها المفضل في كل الملاعب. أركب جملا على غرار الجملة، جمل لها ألاه. مثال: تحب الجدة قصة الماعز والذئب، دعا الولد الطفل أصدقاءه للحفلة، للحفلة. إذن إلى هنا ينتهي الفيديو، دمتم في رعاية الله.